حلقة اليوم من أنا وبنتي وهي على النظافة. المحيط اللي احنا عايشين فيه عامر بالميكروبات والجراثيم. ممكن لما نلعبوا ألعاب مع الأصدقاء ديالنا في الشارع أو في مكان الألعاب، لأنه مرات ممكن الآخرين يكون عندهم أمراض، أو ممكن احنا يكون عندنا مرض معدي. فخصنا نحميو أنفسنا ونحميو الآخرين. إيه، منين كنقول نظافة أشنو كنعنيو بها؟ واش النظافة هي فقط لما نغسلوا يدينا، او لما نديروا دوش، او لما ننظفوا الملابس ديالنا؟ هذا سؤال مهم. باش تعرفوا الجواب تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج انا وبنتي. ايوا البليدات، لاباس عليكم، اسمحوا لي كنت كنجري لان بغيت نسبقك باش نقدم الموضوع ديال اليوم. تعرف الموضوع ديال اليوم شنو هو؟ موضوع ديال اليوم هو على النظافه. كيفاش ممكن نكون نظاف؟ ان اللحم ديالنا والجسم ديالنا يكون نظيف، كذلك الشعر ديالنا يكون نظيف، سناننا يكونوا نظاف حتى، فكل شيء خص يكون نظيف. المهم قبل ما نقدم لكم الموضوع، تعرفوا شنو العنوان ديال البرنامج؟ العنوان ديال البرنامج هو انا وبنتي. تعرفوا شكون بنتي؟ انت هي آية، تعرفوها. مهم انا سلت عليها. بابا مالكي؟ كم مرة بدي اقول لك انه هيدا الموضوع اسمه انا وبابا، مش انا وبنتي. شوفي، انا وبنتي، انتي صغيرة وانا كبير، فانا وبنتي. خلي يكون هذا البرنامج واسميته انا وبنتي. يعني هلا صرت انا صغيرة وانا كبير، لانني انا كنصور مرا الكاميرا، وانا اللي كندير المونتاج وكندير مجموعه من الامور. فخلي سميت هذا البرنامج انا وبنتي. بس انا قدام الكاميرا وكل الوليد الصغار والكبار بيشوفوني انا مش انت. لكن تعرفي ما كيفهموكش، كتهضري معاهم تيه باللبناني، فما كيفهموكش هاد الدراري الصغار. انا كيفهموني. شكون اللي كيفهمك انتيا؟ لبنان فيها 3 مليون، فيش بزاف. شنو؟ لبنان، مصر، سوريا، شو بعد فيه؟ شوفي اسمعي، انا كيفهموني المغرب، الجزائر، موريتانيا، تونس، ليبيا. خمسة. اليوم رح نحكي عن النظافة. هذا البروغرام، الموضوع ديال اليوم اللي نتكلموا عليه هو على النظافة. الموضوع هو مهم بزاف. بابا تعرف نقول لك شيء؟ شنو قولي؟ زيح. اوكي، الموضوع هذا الموضوع عن النظافه. هذا خلينا اول شيء قبل ما هذا الشيء خلينا نتفاهموا على البروغرام. البروغرام هو سميته انا وبنتي. انا وبنتي سهله، الناس كيفهموه بالزربه وكيحفظوه بالزربه، ماشي انا وبابا. انا وبابا ما كيفهموش. انا وبابا اقصر من انا وبنتي. مهم، انا وبابا خلينا نتكلموا هذا الموضوع من بعد نتناقشوا في هذا الموضوع. سميت العنوان ديال البرنامج بابا؟ انا وبنتي ولا انا وبابا، من بعد نتكلموا. اوكي، فاذا هذا البروغرام اسمه انا وبابا. هذا البرنامج هو سميته انا وبنتي. احمدك لانك صنعتني باعجازك المدهش. أحمدك لأنك صنعتني بإعجازك المدهش. عارفين أن النظافة كتير مهمة لصحتنا وبتحمينا من الأمراض. لما نعطس لازم نعطس هيك، أو مع منديل مش هيك أو هيك، لأنه في ميكروبات وعم بيروحوا للتانيين. وإذا أنتوا عم تحضروا لتكونوا مريضين أو أنتوا مريضين، الميكروبات رح يروحوا عند التانيين ورح يكونوا التانيين كمان مريضين.
وكمان لازم تغسلوا ايديكم قبل الاكل وبعد الاكل، ولما تدقوا بشي مش تبعكم قبل وبعد الاكل لازم نغسلهم، لانه يمكن في ميكروبات بايدينا وعم ناكل وعم نحطهم بتمنا ورح نكون مريضين. كمان لما ندق بالاشياء اللي تبع التانيين ما بتعرفوا اذا هن مريضين ودقوا بهول الاشياء، فاذا انتم رح تكونوا مريضين. ما تستعملوا نفس المنشفه تبع ايديكم لوجهكم، وكمان ما تستعملوا نفس المنشفه تبع حدا اللي هو مريض، لانه انتم رح تكونوا مريضين. كمان لازم تغسلوا وجهكم 3 مرات باليوم، لما توعوا بالصبح، بعد المدرسة، وقبل ما تناموا. كمان لازم تغسلوا ايديكم كل مرة بتدقوا بحيوان، لأنه ما بتعرفوا إذا هن نضاف أو مش نضاف. وكمان لازم تمشطوا شعركم 2 مرات باليوم، لما توعوا بالصبح ولما تناموا بالليل. كمان لازم تفرشوا سنانكم 2 أو أكثر باليوم، لما توعوا بعد ما تاخذوا شي شوكولا او فيه كتير سكر، وقبل ما تناموا. فاذا شو تعلمنا اليوم؟ اغسلوا ايديكم منيح، فرشوا اسنانكم منيح كتير اكتر، وصحتكم رح تكون منيحة. التحدي لليوم هو انه ننظف اسناننا 2 كل يوم لهذا الاسبوع او اكتر. Je te loue car tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Je te loue car tu as fait de moi une créature si merveilleuse. انهض انهض واتبعني، هاك الفوطة والصابون، اسمع اسمع وفهمني، النظافة لازم تكون. انهض انهض واتبعني، هاك الفوطة والصابون، اسمع اسمع وفهمني، النظافة لازم تكون. الحمام ماشي تلف، الماء بارد يخلعني، شوية شوية ونولف تباغي بعد مني. الحمام ماشي تلف، الماء بارد يخلعني، شوية شوية خود الفرشة والعاجي باش تغسل سنيناتك، باش نغسل سنيناتي. السوسة طيح السنين، لازم تنظف ذاتك، لازم ننظف ذاتي. خود الفرشة والعاجي باش تغسل سنيناتك، غنغسل سنيناتي. السوسة طيح السنين، لازم تنظف ذاتك، لازم تنظف ذاتك. أنا كان راك فهمتيني مزيان، انا كنخاف من السوسه، والسوسه تشوه السنان، سبب الم في الضرسه، كلامك صحيح ومزيان. النظافه شيء جميل، ولا تنسى تنظف بيتك، واخا يكون الماء قليل، على النظافة وصيتك. راني سمعتك وفهمتك. النظافة شيء جميل، ولا تنسى تنظف بيتك، واخا يكون الماء قليل، على النظافة وصيتك، على النظافة وصيتك، على النظافة وصيتك. I praise you because you made me in an amazing and wonderful way. I praise you because you made me in an amazing and wonderful way.
سالت الحلقه. نتمنى تكون عجبتكم حلقه اليوم، ولكن غادي ديروا بها. واش عارفين ان النظافه هي شيء مهم في حياتنا باش يمكن لينا نعيشوا بصحه مزيان؟ واش باقيين عاقلين على التحدي ديال هذا الاسبوع، وهو اننا ننظفوا سناننا جوج مرات كل يوم لهذا الاسبوع؟ ولا كنتي دائما كتنظف سنانك، استمر تنظفهم. وتذكروا ان الله هو خلقنا باعجاز مدهش. نشوفكم في حلقه جديده وموضوع جديد من برنامج انا وبنتي، وما تنساوش تكتبوا لينا على هذا العنوان. يوم جديد وحلقة جديدة، ايه حلقة اليوم، وهي عن الاهتمام بالجسم. كيقول المثال العقل شنو؟ انا رياضية كتير، وبابا شوفوا ما كاين والو، عندكش ما كاين والو. عارفين ان نهتم بجسمنا كتير مهم لصحتنا، وشو يعني لما انا اقول نهتم بجسمنا؟ يعني نعمل أقل شيء 3 ساعات من الرياضة بالأسبوع. التحدي لليوم هو إنه نعمل 3 ساعات من الرياضة هيدا الأسبوع. يا ببغاء قل لي مالك، كنشوفك ديما عيان، واش هكذا ديما حالك؟ نوضع تاني بالبدن، نوضع تاني بالبدن. انهض انهض واتبعني، هاك الفوطة والصابون، اسمع اسمع وفهمني، النظافة لازم تكون. انهض انهض واتبعني، هاك الفوطة والصابون، اسمع اسمع وفهمني، النظافة لازم تكون. الحمام ماشي تلف، الماء بارد يخلعني، شوية شوية ونولف، تباغي بعد مني. الحمام ماشي تلف، خود الفرشة والعاجي باش تغسل سنيناتك، باش نغسل سنيناتي. السوسة طيح السنين، لازم تنظف ذاتك، لازم ننظف ذاتي. خود الفرشة والعاجي باش تغسل سنيناتك، غنغسل سنيناتي. السوسة طيح السنين، لازم تنظف ذاتك، لازم تنظف ذاتك. أنا كان فهمتيني مزيان، انا كنخاف من السوسه، والسوسه تشوه السنان، سبب الم في الضرسه، كلامك صحيح ومزيان. النظافه شيء جميل، ولا تنسى تنظف بيتك، واخا يكون الماء قليل، على النظافة وصيتك. راني سمعتك وفهمتك. النظافة شيء جميل، ولا تنسى تنظف بيتك، واخا يكون الماء قليل، على النظافة وصيتك، على النظافة وصيتك، على النظافة وصيتك.